مع غروب شمسك كل يوم من أيام شهر رمضان، ينهمك الشاب باسم بامحفوظ مع مجموعة من زملائه في إعداد وتجهيز مائدة الإفطار الجماعي في المسجد المجاور لحيهم وسط مدينة عتق مركز محافظة شبوة، مهمة اعتاد عليها هؤلاء الشبان كل عام طيلة أيام شهر رمضان. ولا نعمل على قدر حالنا، يعني الذي يجيب سمبوسه، الذي يجيب يعني قهوه بن، الذي يجيب عصير، والذي كل الجيران حوالي المسجد يدا واحده، ونقوم بافطار الجميع المسلمين في المسجد في المدينه عتق. يعني ما شاء الله الخير باسط والحمد لله رب العالمين. تنتشر هذه المواد في اغلب مساجد محافظه شبوه، حيث تقدم فيها وجبات افطار يوميه، منها ما يتكفل الاهالي بتحضيرها في منازلهم او تلك التي تتبناها بعض المنظمات ورجال الأعمال من فاعل الخير، وتكون هذه الموائد مفتوحة لكل أهالي الحي وعابري السبيل أيضا. كل الناس الحمد لله تجي تفطر إلى هنا في هذا المكان، وكلنا الحمد لله نلعم بذكر الله ويحصل الرحمة في أهل المدينة وبتحضير الواجبات الإفطارية، أحد من السمبوسة والحبحاب والمشروبات، والشباب الله يبارك فيهم ما يقصرون. كغيرها من المجتمعات الإسلامية، هكذا هي أجواء رمضان في محافظة شبوة، حيث يعيش الناس بين طقوس وروحانية شهر الفضيل والعادات الاجتماعية الرمضانية، خصوصا تلك التي تعكس أوجه التكافل والتكاتف في المجتمع، منها موائد الإفطار الجماعي. أجواء تملأها روح المودة والتعاون تتجلى بشكل أكبر خلال شهر رمضان على مائدة واحدة، وتنتشر مثل هذه العادات في كل مناطق محافظة شبوة. إبراهيم حيدرة، لقناة بلقيس، شبوة.